متوفر عند هذا اللاعب، لكن عطى المساحة الكافية وعطى الباس المناسب في الوقت المناسب، ورجح راح تشوف النتيجة أمامك. بالضبط، الآن 3 أهداف مقابل لا شيء، سيطرة تامة من رول 1، وصراحة لعبوها بشكل جدا جميل. أوه يا بنش يا ساتر، سرعة خيالية في البنش، كم سرعته؟ 174، أسرع هدف إلى الآن معانا، آخر هدف كان 154، الآن 174. بنش أسطوري من فيجن إي سبورت من باسل وزيزون إكس. يا سلام عليكم، تسديدة صاروخ.